Hello, my dear students, how are you? Today, inshallah, we are going to do some exercises from student book. We are going to do the review. اليوم إن شاء الله يا تاني يا حلوين يا أمامير رح نحل مع بعض أسئلة الريفيو اللي هي المراجعة تاعت الوحدة التانية. رح نحل مع بعض أسئلة المراجعة تاعت الوحدة التانية. طيب بقولنا Exercise A طبعاً open your student book at page 18 افتح لكتابك الملون يا تاني على صفحة 18 بدنا نحل إن شاء الله هلأ مع بعض صفحة 18 وصفحة 19 أوكي في عنا أسئلة الريفيو اللي هي المراجعة للوحدة الثانية عنا Exercise A بقولنا click true or false أو circle true or false إنه بدنا نحط دائرة يا إما على true أو false. Number one بحكي لنا those are dogs. هلأ في عنا those are dogs. هدول بطاط غلط. هدول عصافير بيرد. إذا رح نختار false. The second one عنا this is a blue bird. هذا عنا إحنا عصفور أزرق. هذا عصفور أزرق عنا يلي بالصورة يا تاني. False يا مس ولا غلط. إذا رح نختار false. Third one that is a blue flower. إنها عنا يعني بأشر على الوردة الزرقاء إذا عنا صح عنا وردة زرقاء true برافو عليكم يا تاني the last one عنا that is the sun إنه هاي هي الشمس هاي عنا الشمس true برافو عليكم نصلح لحالنا good job طيب ننتقل على exercise C طبعا exercise B إن شاء الله بنحله مع بعض في حصة الزوم هو سهل إنه هو بقولنا look and write الصورة الأولى عنا اللي هو bird الثانية cloud الثالثة اللي هي duck هلأ في عنا exercise C بقولنا look and click أو look and circle عنا الصورة الأولى قريبة من الولد قريبة إذا شو بدنا نختار this ولا that نختار this إحنا حكينا this للقريب وذات للبعيد الصورة الثانية عنا بعيدة عنها شو بدنا نختار نختار that الصورة الثالثة قريبة هيها قريبة من البنت البكتشر إذا رح نختار this and the last one عنا صورة الدق بعيدة عن الولد إذا رح نختار that نصلح لحالنا Good job. برافو عليكم. نروح هلا على في عندكم كمان تمرين اللي هو exercise D. إن شاء الله بنحله مع بعض في حصة الزوم. هلا نروح مع بعض على صفحة 19 اللي هي الصفحة اللي جنبيها next page. بيقول لنا exercise E. Does it begin with C or Q? Listen and click. In the first one, question mark. Question mark اللي علامة الاستفهام. بتبلش بحرف لكيو. Number two, picture two, عنا cup. Cup اللي هو الفنجان أو الكوب. ببلش بحرف C. Cup. مش إحنا حكينا يا تاني حرف C. إلو صوتين. Two sounds. يا إما C. مثل city أو سينما. أو ك اللي هي مثل cat. Cup. Cow. إلى آخره. عنا the last one. هاي في عنا كمان مثال عليه اللي هي الكاندي الحلوة. اللي هي الكاندي الحلوة بأي حرف بلشت الكيو ولا السي بالسي نصلح لحالنا خلينا عفوا أرجع نصلح لحالنا good job برافو عليكم يا تاني روح على next exercise اللي هو exercise F does it end with CK or X listen and click إنه إحنا بدنا نختار بأي حرف بتنتهي الكلمات اللي موجودة عندنا Number one عنا ox. Ox اللي هو الثور. بنتهي بحرف X. Number two عنا back. Back يعني الخلف. بنتهي بالسي K. طيب. نكمل مع بعض الصورة الثالثة. Fox. Fox اللي هو الثعلب. بنتهي بحرف X. The last one اللي هو track اللي هي جرافة. اللي هي تنتهي بحرف CK صلح لحالنا good job يا تاني روح على next exercise اللي هو exercise G listen and listen circle and write انت هيك مكتوبة عندك ولكن انا مكتوبة عندي listen and click بدنا احنا نستمع ونحط دائرة على الإجابة الصحيحة number one عنا cat بأي حرف بلشت
بلشت بحرف السي. next one عندنا صورة الصندوق اللي هو البوكس. بوكس بوكس بأي حرف انتهى؟ بحرف الإكس. third one عندنا clock. clock اللي هي الساعة بأي حرف انتهت؟ بحرف السي مع الإك اللي هم الكي. and the last one عندنا queen. queen بأي حرف بلشت؟ بالسي ولا بالكيو؟ بلشت بالكيو يا مس ولا. إذن بنحط على الكيو. صلح لحالنا. good job يا تاني. في عنا آخر اكسرسايز اللي هو اكسرسايز اتش say the words لهذا اللي احنا بدنا نردد الكلمات. يلا رددوا معاي. عنا أول واحدة اوكس اوكس. number two بوكس بوكس. يلا انت ردد معاي يا تاني وانت عم تسمع بالفيديو باكسرسايز اتش. the second box عنا الصندوق التاني cat. tab اللي جنبه flock cox. number four stack cap. number five block shock. وبتمنى لكم يا تاني have a nice weekend. بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. have a nice day and see you tomorrow إن شاء الله. goodbye.